أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 8 أيلول 8/9/2023. عندك كتير من الطاقة النهاردة عشان تقوم بأي مهمة ممكن تبقى بتعترض طريقك، هتبقى قادر عشان تنجز كتير. هيساعدك موقفك الإيجابي عشان تحقق أقصى استفادة بالنسبة ليك في أي موقف. ممكن تبقى قادر تلاقي طريقة تخلي بيها مهماتك أكتر تحدي وأكتر إمتاع. هتبقى ثقتك في نفسك عالية جدا، هتستغل ده عشان توضح وجهة نظرك وتبهر بيها كل الأشخاص اللي حواليك. هيساعدك سحرك الطبيعي وجاذبيتك عشان تسيب انطباع حلو لكل الأشخاص اللي انت بتقابلهم. ممكن تتأكد من انك بتقيم بعض العلاقات اللي هتبقى دايمة، هيبقى فيها حماس أكتر معدي لكل الأشخاص اللي حواليك، لازم تستخدمه لمساعدتك في انك تحقق أهدافك. بالنسبة ليك النهاردة يوم رائع للحب والترابط العائلي، سواء كنت عازب أو في علاقة الوقت حلو جدا. بالنسبة لحركة الكواكب، هيعزز الشمس والمشترى في الصباح ده ثقتنا على نفسنا، هنبقى على استعداد عشان نمنح نفسنا فايدة أكتر بعد الشك. في حماس هيبقى مرتفع، في تعاون هيجيلنا بسهولة، هيحفزنا العبور ده والأمل والتفاؤل على الرغبة في التحسين والإبهار. هنسعى عشان تنمي نفسنا ونوسع مشاريعنا وعلاقتنا ومعارفنا وفلسفتنا الشخصية وبرامج التحسين الذاتي. هنقوم بإيماءات كبيرة وهنميل إننا نتسامى فوق كل المشاكل والخلافات التافهة اللي عندنا. هنحس بتفاؤل وثقة، وهيبقوا دول عنصرين أساسيين في طاقتنا للعبور في الوقت اللاحق. من اليوم ده هنتجنب التحدي البسيط مع المريخ وأورانوس اللي بيسيبنا على حافة هاوية. هنكون متلهفين عشان نغير، لكننا مش متأكدين من فين نبتدي. بطبيعة الحال ممكن نوقعنا في مشاكل احنا ما كناش واعيين ليها، هيبقى في مرض بناء على الاندفاعات والمخاطر. هيستمر القمر في فترة فراغه لغاية ما يدخل برج الدلو في الصباح. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.